وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة تونس الحكم الدولي السابق يونس السلمي. كابتن يونس، تقنية الفار يقال أنها تم استخدامها فقط لمصلحة المنتخبات الكبيرة، فما رأيك بهذا القول؟ تحياتي قبل كل شيء، تحياتي لكل مشاهدي قناة الجزيرة الإخبارية. فعلا هي التقنية هذه جت جديدة واستعملتها إيطاليا كتجربة أولية في البطولة، لكن في إيطاليا كان المجال أوسع لأن الاتحاد الدولي ركز على 4 أخطاء، هو أنه البطاقة الحمراء وربما البطاقات التي توزع في غير محلها ثم الأهداف وضربات الجزاء. بالنسبة للي شاهدناه في المونديال حتى اللحظات هذه، تصديقا لقولك، طبعا فيه منتخبات اللي هي قوية بأسماها كانت تعطيها فرصة للتدارك، فرصة لربما منح ضربة جزاء، ضد أنه شفنا بعض منتخبات خاصة المنتخبات العربية أو المنتخبات الصغيرة كانت فيها مخالفات معناها اللي كانت واضحة جدا، ولكن ما وقعش استخدام طريقة الفار، وهذا يفسر أنه المجموعة اللي هي موجودة في كان نجم نقول معناها في بيت العمليات في الريجي هما حكام طبعا، ولكن تختلف الآراء وتختلف الأفكار، فطبعا هم يملوا على الحكم أنه يمشي يشاهد اللقطة. وشفنا في بعض اللقطات اللي كون ما كانتش حقيقة معناها أخطاء تستدعي يعني استعمال الفار، وكان على الحكم أنه هو يكون معناها صاحب القرار داخل الملعب، لأن كان بعض اللقطات اللي كانت واضحة للرأي العام واضحة للمشاهدين واضحة حتى للمجموعة التحكيمية اللي كانت موجودة فوق الميدان. ولكن في بالنا أن التقنية هذه بتجي تسهل عمل الحكام، لكن اليوم أصبحت كما تفضلت سيادتك أصبحت معنا محل جدل ومحل أنه إلى متى سنذهب بهذه التقنية، ومن هو يستفيد منها ومن هو الذي ربما يعاقب بهذه التقنية. إذن كابتن يونس، استخدام تقنية الفار في مونديال روسيا هل أضافت شيئا لهذا المونديال أم انتقصت منه؟ الإضافة ما كانتش حقيقة بالطريقة اللي كنا ربما نأملها، لأن هي كنا أنه ربما باش تفسخ كل أخطاء الحكام، أنها باش تجي تساعد الحكم كل الأخطاء اللي تصير معناها من وراه هو ومن وراه الزملاء نتاعو. لكن اليوم رينا أنه كانوا فما تدخل شوية من طرف اللي كما قلت لك المجموعة اللي موجودة في بيت الشورى أنهم يتدخلوا في معناها سلطة الحكم، وبالتالي رينا في كثير من الأحيان وكأنه معناها فولكلور كروي أنه الحكم يقف ويترقب أنه الناس تشاهد اللقطة ثم بعد يعطيوه الإذن بمتابعة اللقطة، وهذا حقيقة معناها مفسد لكرة قدم. لنعرف احنا كرة قدم هي قبل كل شيء معناها نعتبرها أنه معناها مشاهدة، أنه ناس معناها تحب تتمتع بالكرة تجري، ما حبناش من نوقف اللقطة ونقعد نترقب وبعد الحكم يمشي للتلفزة نتاعه اللي هو باش يشوف فيها اللقطة، وبالتالي في كثير معناها ربما إيقاعات سلبية أكثر من إيجابية. كابتن يونس، بما أننا تحدثنا عن المنتخبات الكبيرة وتقنية الفار، سؤال أخير وبإجابة مختصرة، هل تخدم الفار اليوم هذه التقنية المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره النيجيري؟ هو الجواب أنه من سيكون في حجرة التدخلات، لأن شفنا عن حكام إيطاليين، حكام برازيليين، حكام من أمريكا الجنوبية، لكن إذا كان عندك من ناس حكام اللي عنده عطف على الفريق الأرجنتيني فطبعا فيقع إسعافه، ولكن في ناس اللي ربما ما يحبش الفريق الأرجنتيني وتهمه مصلحة فريق آخر من أوروبا فربما تتغير النتيجة. وإحنا بعد تو نشاهد المقابلات هذه، وممكن إن شاء الله يكون كلامنا معناها غلط ويكون معناها الفار هذايا يخدم مصلحة النتيجة ومصلحة من هو أحسن أداء وأحسن أن يكون يفوز بالنتيجة. الحكم الدولي السابق يونس السلمي، كنت معنا من العاصمة تونس، شكرا جزيلا لك.